أولى الخطوات نحو الحلم بدأت هنا. فريالة هنا معنا أنها دخلت في تخصص اللي كان الناس تظن محسوب على الرجال. بعد سنة من التكوين في شعبة كانت حكرا على الرجال ازداد الشغف. بعد ما حبست الدراسة تاعي توجهت ديرت للتكوين المهني، درت شعبة تربية النحل وراني دوك مكملة فيها. هذيك هي كملت قريت وكاع وديت الدبلوم تاعي. الصمود وبلوغ الهدف تحدي رفعته فريالة، أو كما تدعى بوسطها بشيماء. واحد لق شوية يتحدى، لق يشوف في القدام وكاع ويبازي بزاف على الأهداف تاعو، يبغي حاجة يكمل فيها ما يبقاش فما وما يشوفش للناس. أنشأت علاقة وطيدة مع هذا المجتمع، وأي علاقة مصاحبة المالكات. باسكو شغل نبغيها، نبغي داك تاع نربي المالكات نخدم جولي غوايال وكاع. من علمها المشي في الصبا كان لها سند في عز شبابها. كانت تدير عندهم التيوريك عندهم والبراتيك عندي. هيا لله فاست عندها لافونتاج. زدت عاونتها ميم حتى وين عطيتها النحل وخليتها تخدم. حلاوة التحدي في مواصلته وتصدير الأهداف. شيماء أدركت بأن الطموح اللامحدود هو الوقود الذي يساعد الإنسان على الوصول إلى طريق النجاح.